ثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم غير أن تنتهوا لنبلونكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء بالأقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون فأتخذ من دونه شفاعة أمري ولا يوجدون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما قبل لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون فلم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا منكرون فآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون فآية لهم الليل نسخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون بمثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون فما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا فنطعم من لو يشاء الله أطعم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم فامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحب القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذرعنا لهم ومنها
مهتر فلا يهزم قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين فضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم والمستقيم الصابر الحاضر الصالح المهتدي والنسوة المجد المشتهر القدوس سيدنا
الصافي معبود رب الجوع في النفس بسر حبيب بن عمر وابن حسن ومن لا يلاحظ لمن يناديه يعين وبالوجه والجمال والنور لأهل الغني من أصل في جاه كل شر وهب لنا بمن بهذا العرض سيدنا الأجل يسر لنا كل الأمر وقفنا والمسلمين بسر شريف الجفر والفتح ثم النصر امين رب العالمين وعزرة المريض ومرخص السجن الامام عبد الله العالم مكتوم اهل المخرج وكل من في قدرنا من كل بر مصينا وسائر اسلاف لنا نسل حسن وبعلمني الامام واولاد الغر الكرام من هوى ذاق المقام من قدر كريم لحضراتكم الميت الشاشيدي هذا العلا وارتلى فيها وتلا مرسومه بين المنى يبقي الشيخ العالي في الشفيعي الهاب والعلوي مشرفا وهو الذي يدعى بسوداء بين العالمين عين العناية في طنس في قوة ساتر أهي طارقا وسنا وذي وتاج الطالب شيخ الشيوخ الجميل حل قرب الجميع سالك به الله 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 حسبنا
مصباح الدنا آمين يا الله يسر لنا أمورنا
الحمد لله
يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف، يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف، يا ولي الصالحين كن موالينا وفاف، يا جالس الذنبين اهدنا سبل العذاب، يا مجيب الساحلين ربنا وفير وعاف، نستعينك يا معين شفاء أنسى الشباب، هبنا فتحا يا أبي النسيم موار وفي شر المولين وفهم عنا والعطاة الصالحين حدهم أنها شر فيهم منهم وفيهم مضى وسعين المؤمنين ذهب للانتراف مرتدين آمنين بشفا جرح الحياة Hello.